بصراحة أنا فكرتك إنك الأستاذ ميرا. هو كان هون يعني؟ إيه هو هون، بس راح لعند الاستقبال. قلتي على الاستقبال؟ إيه ستي، هو راح لحتى يعرف شو المشكلة بالفاتورة. ما قلت لك إنه هو اللي دفعهم؟ قال لك رح يرجع لهون شي؟ صدقيني ما بعرف. براكيا، أنت لازم تشوفي هاي المرة. تعرفي شو؟ إنه بنتك براتشي بتهمه كتير. هو عن جد بيحترمها. الدكتور قال شي عن حالة براتشي؟ إيه خالتي، الدكتور إجا وشاف الأستاذ ميهرة وهن حكوا عن فاتورة المشفى وقال إنه هو رح يدفعها، وكمان قال لو سمحتوا حدا زمرة دمه بقى إيجابي. يا ممرضة، يا ممرضة، شو عم تعملي هون؟ لازمنا دم بسرعة، روحي الحالة إسعافية. أنا كنت عم بسأل بس إذا في حدا من عائلة المريضة زمرة دمه بقى إيجابي. ما معنا وقت، روحي شوفي بنك الدم بسرعة. تكرم دكتور. عفوا دكتور، شو صاير مع براتشي؟ خسرت كمية دم كبيرة. طيب رح تصير منيحة؟ هي رح تتعافى بسرعة إذا لقينا دم من زمرتها. يلا جاي، إذا بتكسروا الباب بدي دفعكم حقه. شو هالناس هاي؟ مرحبا رفيقي. خلاص ولا عاد تحكي عنا ولا كلمة، أنا بورجيك. لك لا 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 تسكر يا رفيق، لا تسكر. شو جابكن انتو؟ هلا منقول لك، بس خلينا نفوت. أول شيء لي شو جابكن لهون؟ رامبير ما في فايدة، فوت. ماشي خلص. شو عم تعملوا؟ يلا بعد هلا بعد. يلا يلا حطه. مين هاد اللي جايبينه معكم؟ شو هالطريقة هاي؟ رامبير شكلك جاي تتقاتل معي، بس أنا ما بدي أتقاتل معك. لك من كل عقلك اجيت كل هالمسافة لأتقاتل معك؟ ليك نحن صح تقاتلنا بالجامعة، بس هالقصة خلص خلصت. عن جد؟ قصدك إنه تقاتلنا مع بعضنا بالجامعة وهلأ جاي تتقاتل معي بنص بيتي؟ لك أنت شنيت على آخر، ما عاد فيك يعني ولا زرت عقل. لك فهم، على القليلة اطلع حواليك، حاول تفهم شو عم يصير معنا هلأ. بعدين قل لي أنت بتعرف مين هاد الزلمة؟ خلصنا بقى، روحوا من هون، روحوا. اسمع اسمع لك، اسمع اسمعني، أنا عم أتعامل مع مشكلة كبيرة هلأ، ماشي؟ شايف هذا الرجال؟ غايب عن الوعي، رح ناخده من هون وقت يرجع لوعيه. عم تفهم كلامي؟ تمام؟ بس قل لي هاد مين بيكون؟ هاد شوفير الشاحنة، هو يلي ضرب لبراتشي بالشاحنة عن قصد، وهلأ براتشي بالعناية المشددة بسببه لهالمجرم، مشان هيك أنا جبته لعندك. بس كان لازم تاخدوه على المخفر، ليش لحتى تجيبوه لهون لعندي؟ كان عم بيحاول إنه يهرب، ضربته على راسه بعصاية وغاب عن الوعي دغري، بس لأنه بيتك قريبة من الحادثة خلاني يجي لعندك دغري. أنا بس بدي إياه يرجع لوعيه لحتى أسأله ليش ضرب لبراتشي بالشاحنة، بس هيك مو أكتر، لازم يعترف لي. بعدين اسمعني، لأقلك كنا بنقدر ناخده على بيت روكي، بس اضطرينا إنه نجيبه لعندك لأنه روكي مسافر. اسمع رفيقي، أول ما يرجع لوعيه صدقني رح ناخده معنا فورا، وما عاد رح تشوف وشنا أبدا. أنتوا ما بدكم تفهموا علي إنه أبي بده يجي بعد شوي؟ اسمع، أنا بعرف إنه أبوك رح يجي بعد شوي على البيت، بس أنت كل حياتك بتعمل تصرفات غلط، ما بتعمل شي غير انك تغلط، ولهيك هي هي فرصتك لحتى تعمل شي منيح، ولا تخليها لهالفرصة تضيع. ايه صح، هي فرصة لنصلح كل شي بيناتنا. بعدين شو نسيت انه نحنا كنا رفقات؟ وكمان انا بعرف انه هالشغلة بيبين عليها انها بتخوف.